حمص بالدجاج بس بزيت الزيتون المنكه. يا سلام الله، شوف لي هنا جمال الحمص والدجاج والزيت المنكه. واو، تعالوا نسوي احلى فطور من افران الحطب. عندي هنا تشكيله من العسل المربى والاجبان والحمص والخبز وزيت الزيتون من افران الحطب. نسوي احلى فطور، زيت زيتون بكر عضوي يوناني من افران الحطب. الطبق الرئيسي عندي الحمص، حمص افران الحطب شيء ابداع، كريمي وطعم ونكهه ولا اروع. شوفوا لي القوام الكريمي، شوفوا. بنكه زيت الزيتون ثم مفروم، بابريكا مدخنه، صنوبر، اوريجانو. راح اضيف جبنه الماعز على البيض، مفروكه بارد، سلطه جبن، مربى عضوي، اربع فواكه، جبنه حلوم واشويها. احلى سفره فطور من افران الحطب، حمص بالدجاج، مجموعه البان وعسل واجبان، سفره ملكيه وسهله التحضير. وفطورنا ما يكمل الا بالسوردو، خبز الخميره الطبيعيه من افران الحطب، شيء فنان. تبدا كده بالسوردو الفنان، شوف لي هنا جمال الحمص والدجاج والزيت المنكه. واو، جرب المفروكه. واو، افران الحطب تسهل عليك الفطور، تسهل عليك كل شيء في حياتك. والله عليك يا ابو العز.